على امتداد خرائط البلدان وفي طبقات الجو وأعالي البحار. تمر الأيام وتتعاقب الأجيال، وتختلف الوقائع باختلاف مسرح الحدث، ووحده التاريخ لا يتوقف. يصل الماضي بالحاضر، وباستعراض شريط الذاكرة يستمر. الماضي المستمر مع عبد العظيم. في مثل هذا اليوم من عام 1945 أعلن الرئيس الأمريكي هاري ترومان ورئيس الوزراء البريطاني كليمنت أتلي والزعيم السوفيتي جوزيف ستالين انتهاء الحرب العالمية الثانية. وفي هذا اليوم من عام 1960 أعلن استقلال قبرص عن المملكة المتحدة. وفي هذا اليوم من عام 1971 حصلت البحرين على استقلالها عن التاج البريطاني كذلك. أما أهم من ولد في هذا اليوم فهو البرلماني البريطاني المعروف بمناصرته العلنية والكبيرة للقضية الفلسطينية، المولود عام 1951 جورج جالوي. وكذلك ولد في هذا اليوم في عالم الدراما السورية الفنان المولود عام 1971 باسم يخو.